خلينا دلوقتي نروح مع حضراتكم لمنه تعرفنا اخبار اسعار العملات والذهب. اتفضلي يا منه. شكرا هدير. خلينا مشاهدينا نتابع مع بعض متوسط اسعار صرف العملات الرسميه. الدولار الامريكي بيسجل 19 جنيه 46 قرش للشراء، 19 جنيه 53 قرش للبيع. اليورو بيسجل 18 جنيه 76 قرش للشراء، 18 جنيه 84 قرش للبيع. الجنيه الاسترليني بيسجل 21 جنيه وقرش واحد للشراء، 21 جنيه و9 قروش للبيع. الفرنك السويسري بيسجل 19 جنيه 72 قرش للشراء و19 جنيه و80 قرش للبيع. اليوان الصيني بيسجل 2 جنيه 71 قرش للشراء، 2 جنيه 72 قرش للبيع. الريال السعودي بيسجل 5 جنيه و17 قرش للشراء، 5 جنيه و19 قرش للبيع. الدينار الكويتي بيسجل 62 جنيه و60 قرش للشراء، 62 جنيه 93 قرش للبيع. والدرهم الإماراتي بيسجل 5 جنيه و29 قرش للشراء و5 جنيه 31 قرش للبيع. أما بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب فالجرام عيار 18 بيسجل 961 جنيه، العيار 21 الجرام بيسجل 1121 جنيه، الجرام عيار 24 بيسجل 1281 جنيه، والجنيه الذهب بيسجل 8968 جنيه. نرجع لشاذي والهديل نكمل معهم باقي أخبار. تفضل.